إيه هي توقعات أسعار الفايدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 5 أغسطس القادم؟ مصير الأوعية الادخارية المتنوعة داخل البنوك هيكون إيه؟ والبعض من حضراتكم سأل تساؤلات حوالين نشتري دلوقتي ولا ننتظر قرار البنك المركزي ولا ننتظر لما أسعار الفايدة تزيد، وهل أسعار الفايدة ممكن تزيد على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة؟ وإيه حقيقة عودة شهادات الـ 15%؟ لو تفتكروا في مارس 2020 بنكي الأهلي ومصر طرحوا شهادات 15%، هل الشهادات دي هترجع تاني؟ وإيه هو أعلى عائد موجود في البنوك؟ الحلقة دي هتلم كل التساؤلات دي. تعالوا معانا، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، وبنشكر حضراتكم لأن عملنا استطلاع على القناة وتقريبا 89% من حضراتكم راضيين عن المحتوى اللي احنا بنقدمه، فالشكر لله أولا ولحضراتكم وتشجيعكم على استمرار القناة. تعالوا معانا. احنا بس عايزين نوضح لحضراتكم حاجة. صباح البنوك بتحاول توفر لحضرتك المعلومات، الخدمات او المنتجات المصرفية بكل الطرق. يعني لو حضرتك دخلت على موقع القناة اللي هيظهر دلوقتي هتلاقي احنا عاملين تصنيف، يعني لو انت عايز تشوف الودائع هتلاقي في قسم خاص بالودائع، عاوز تشوف الشهادات هتلاقي قسم خاص بالشهادات، عايز تشوف القروض هتلاقي قسم خاص بالقروض، وايضا في اقسام عن البنوك، فده هيسهل لك انك انت توصل للي انت عايزه بسرعه. الى جانب موقع صباح البنوك ايضا بيتيح لنا ان احنا نقدم لك كل المعلومات سريعا الخاصه بالقطاع المصرفي. يعني لو دخلت دلوقتي على موقع صباح البنوك هتلاقي ان احنا مصنفينه بطريقه سهله انك انت ايضا تقدر توصل للمعلومات، يعني هتلاقي الشهادات، هتلاقي الحسابات، هتلاقي البنك الإلكتروني، هتلاقي البطاقات، وهتلاقي أيضا تساؤلات العملاء، وهتلاقي الفيديوهات اللي خاصة بصباح البنوك. مش عايزين نطول شرح الموضوع، لكن ده أيضا هيسهل لحضرتك إنك توصل للمعلومة وتكون متابع لما يحدث في القطاع المصرفي. إيه هي توقعات أسعار الفايدة؟ كل بنوك الاستثمار والخبراء بيتجهوا إن البنك المركزي في الاجتماع القادم هيثبت أسعار الفايدة، لأن مفيش ما يستدعي إن هو يرفع أو يخفض بسبب ارتفاع أسعار التضخم. وزي ما شفت حضراتكم التضخم وصل ل 4.9% في يونيو 2021، وقبله في الشهر اللي قبله اللي هو مايو كان 4.8%، يعني هو ارتفع بشكل طفيف. ده مش هيخلي البنك المركزي إن هو يخفض أو يرفع، فالتوقعات رايحة إن البنك المركزي هيثبت أسعار الفايدة. طيب لو البنك المركزي يثبت أسعار الفايدة، إيه تأثيره على الأوعية الادخارية اللي هي موجودة في البنوك؟ هيكون تأثيره إن كل الأوعية الادخارية الموجودة في البنوك هتشهد حالة من الثبات حتى اجتماع البنك المركزي القادم اللي هو هيكون في 16 سبتمبر القادم. فكل الأوعية الادخارية زي الشهادات المتغيرة، زي حسابات التوفير، زي الودائع، كل دوا هيكون ثابت خلال هذه الفترة، والشهادات الثابتة مش هتشهد أي تغيير على الإصدارات الجديدة. أيضا هتستمر البنوك في الأوعية الادخارية اللي خاصة بالشهادات بتاع البنوك، وكذلك الشهادات الثابتة. طبعا اللي اشترى شهادة ثابتة خلاص دي ثابتة طوال مدتها، لكن الشهادة المتغيرة هي اللي بتشهد ارتفاع أو انخفاض على حسب قرارات البنك المركزي أو قرار البنك. هل ممكن البنوك أو بعض البنوك تخالف قرار البنك المركزي؟ ممكن بعض البنوك تخالف بالرفع أو الخفض، لكن اللي بيحكم العملية دي هي المنافسة بين البنوك. ودايما حضراتكم تسألوا عن أعلى عائد، أعلى عائد هتلاقوه الشهادات اللي هي مدتها 3 سنين تدي عائد شهري 11%. بعض البنوك بتخفض 0.25%، بعض البنوك بتخفض 0.5%. انت اللي بتشوف وبتدرس مدى استفادتك من اسعار الفايدة. يعني لو واحد هينقل فلوسه من بنك لبنك اخر عشان خاطر 0.25%، لازم يدرس الموضوع، لان يعني عشان تنقل فلوسك من بنك لبنك اخر فدي في تكلفة، في فتح حساب جديد،
فانت هتشوف الربع في المية ده وهيغطي لك التكلفة ويحقق لك عائد ولا لا. كل ده تقدر حضرتك تقيسه. اي حاجة هتعملها لازم تقعد تفكر شوية قبل ما تعملها وتشوف المكسب والخسارة، اللي يحقق لك المكسب اعمله. نيجي للسؤال اللي بيدور على السوشيال ميديا، هل شهادات ال 15% هترجع تاني؟ خلينا نذكر بحاجة، الشهادات اللي تم طرحها دي تم طرحها لظروف معينة كانت بسبب أزمة كورونا، وده كان في مارس 2020، وبنكين بس اللي طرحوها، البنك الأهلي وبنك مصر. اللي تحمل عبء الشهادة دي هو البنك الأهلي وبنك مصر. فبكل المقاييس البنوك مش هتطرح شهادات 15% إلا إذا حصلت ظروف، يعني في ظل ثبات الظروف الحالية مفيش شهادات 15%، إلا بقى لو التضخم ضرب لفوق وتجاوز ال 15% في الحالة دي هيصدروا شهادات 15% وبنوك محددة فقط. لكن دلوقتي احنا بنتكلم على تضخم 5%، فغير متوقع عودة هذه الشهادات مرة ثانية. غير كده لو بالرتم العادي والبنك المركزي رفع هيرفع 0.5% او 1%، وبالتالي البنوك هتحرك الاوعيه الادخاريه الموجوده عندها 1% او 0.5%، احنا بنتكلم في 11%، فلما تتحرك هتحرك ل 12%. ده اذا البنك المركزي رفع اسعار الفايده خلال الفتره القادمه. فموضوع شهادات ال 15% انا في تقديري مش هترجع في ظل ثبات الظروف الحاليه. طيب سؤال بيجينا، نشتري ولا ما نشتريش؟ طبعا البعض من حضراتكم، وده يشرفني بكل تاكيد، بيبقى محتاج ياخد مني توصيه، وده انا بشكركم عليه ودي ثقه اعتز بيها، لكن دايما يكون قرارك نابع منك انت. احنا من خلال الفيديوهات اللي موجودة على القناة، من خلال الرد على التساؤلات، بنزمنه بننور لك النور، وانت بقى اللي بتخش وتقعد تفكر وتشوف هل ده مفيد ليك ولا مش مفيد ليك. يعني انت لو بتسأل اشتري ولا ما اشتريش، ده قرارك انت، انت اللي تقدر تحدده مش اي حد تاني. يعني انا كمحمد دلوقتي لو معايا مبلغ من المال هروح استثمره، مش هنتظر على امل ان اسعار الفايدة ترتفع او لا ترتفع. طيب جت اسعار الفايدة ارتفعت ووصلت لحد 12%، انا كده خسرت 1%؟ لا، انت ما خسرتش، انت تقدر تنتظر 6 شهور وبعد كده تكسر الشهادات وتربط في الشهادات الجديدة، يبقى انت استفدت بدل ما انت قاعد منتظر شهر شهرين 3 4، بتفقد عائد على الفترة الزمنية دي. ده اذا كان في توقعات ان اسعار الفايدة هترتفع، لكن التوقعات بتقول ان اسعار الفايدة مش هترتفع بالشكل المبالغ فيه والمنتشر على السوشيال ميديا، خاصة لو جيت حضرتك بصيت للبنك المركزي بيستهدف ايه من معدلات التضخم، هتلاقي ان البنك المركزي بيستهدف 7%، يطلع 2% او ينزل 2%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ينزل ل5% او يطلع ل9%، وده حتى الربع الرابع من 2022، يعني السنة اللي جاية نهاية السنة القادمة. هو البنك المركزي محقق بالفعل المستهدف بتاعه خلال العام الحالي اللي هو حاليا 5%، وبالتالي نتوقع ان البنك المركزي مش هيحرك اسعار الفايدة طالما التضخم في حدود 5% او 6% او 7%. في النهاية التوقعات رايحة ان البنك المركزي المصري هيثبت اسعار الفايدة في اجتماعه القادم يوم 5 اغسطس، وان قصة الشهادات ال 15% غير متوقع عودتها مرة ثانية الا في حالة انفلات التضخم والتضخم يوصل ل 15%، وان البنك المركزي عامل ليه مستهدف اللي هو يوصل لاسعار التضخم ل 7%، يزيد 2% او يقل 2%، وده خلال الربع الرابع من 2022، وبالفعل هو محقق المستهدف في العام الحالي، واصل والتضخم حاليا بنتكلم على 4.9% في يونيو، هنقول 5%، وهو بالفعل محقق المستهدف. بنشكركم، يا ريت تتصفحوا الفيديوهات اللي موجودة على القناة،
وتتابعوا موقع صباح البنوك، هتلاقوا معلومات كتيرة. متنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصه كده على القناه بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجوده على القناه، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجوده في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. قرر مجلس اداره البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق او الشهر العقاري من خلال فروع البنوك المصريه. القرار ده جه نتيجه لتعاون ما بين البنك المركزي ووزاره العدل ووزاره التموين والتجاره الداخليه. وزاره التموين هي المسؤوله عن السجل التجاري على اعتبار ان هي بتنظم عمليه التجاره الداخليه، ووزاره العدل هي المسؤوله عن الشهر العقاري وعمليه التوثيق اللي بتتم داخل الشهر العقاري. احنا